C'est bon. C'est bon. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في بث مباشر جديد وحوار جديد. فبعد ما تبعنا كاملين الحاله الهستيريه اللي دخل فيها مصطفى اكسوان اكرمان بعد ما تقاسم مع المغاربه كيفاش حالت الامور بزاف ديال المتغيرات في حياته. فبعد ما اصبح اليوم اكسوان كيعيش تجربه كيعاني من امراض روحانيه والصحه القوم نفسه. اليوم معايا رافي ابو نوح اللي تاكد انه هو يشرف عليه هو اللي تلاقى معاه في الحاله الهستيريه وحاول يعرف او يشخص هذا المشكلة عندهم من زين الرقية الإسرائيلية. نعم، مرحبا بأخ علاء. أنا بعد ما شفت الفيديو بعد قليل بأن الأخ مصطفى إكسوان شيكي يعني قضية حالة ضروري غندخل على الخط ونحاول تشخص الوضع. نحكي المغاربة يعني الوضع اللي هو فيه ثم نعطيهم التشخيص والتحليل اللي أنا وجدته في الحالة تاعي. مصطفى كما شفنا دخل بحالة هستيرية كيبكي كيقول ما كناش ما كناكلش حياته مدمرة دايخ. هاد العلامات أو الشيء اللي كيبان على مصطفى يمكن أننا نربطوه بواحد المبدا اللي عنده علاقة باكتئاب أو اكتئاب حاد. نتوما من المنظور ديال الرقية الشرعية شنو تقييمك أو تعليق أو قراءة لحالة اليوم؟ هي بكل صراحة احنا لو دعنا يعني مصطفى إكسوان على المظهر نبدا بالحقيقة ما غاديش نقصيو من حاله الاكتئاب الحاد كما يعني شخص طبيب، وما غنقصيوش كذلك من الحاله النفسيه اللي هو عايش فيها حاليا، لانني وجدت مصطفى إكسوان في واحد الظروف جد صعب. يعني مش شفتي دابا كيفاش نظرك من المنظور ديال الرقيه الشرعيه شو تحليلك للحاله ديالك؟ المنظور ديالي من باب الرقيه الشرعيه ملي تمت عليه يعني الرقيه الشرعيه وقريت عليه وكنت عليه بعض الايات تم الصرع ديالو تم الصرع تاعو وتم التخبط. هو التخبط هذا يعني تخبط حقيقي. التخبط هو يعني الانسان يعني يسرع وتسمع حركات لا اراديه. يعني كيفقد السيطره على المس هو تبقى السيطره كليا، لان هذه الانواع ديال المس هو تقسيمات كثيره. والتقسيم ديال النوع ديال المس اللي عنده هو عنده مس يعني كما يقال ومشهور عند الرقاة المس المزدوج اللي هو المس المشترك، بمعنى اخير بان الجين يصعد في البدن ديال الاخ مصطفى إكسوان ثم يتكلم على لسانه، ومصطفى راه تسمع كل شيء ولكن ما يقدرش يتحكم في ليس بالمدرك يعني تسمع هو تسمع وما يقدرش يتكلم ولي يمسك اليد وفي حاله لانج. هذا النوع هذا غالبا تكون عيش الربال عيشة الربالة. عيشة الربالة هذه تتسلط من طرف السحرة وتتكون موكلة بالسحر، وغالبا على حسب التشخيص ديالي الدقيق بانه عن السحر التفريق. واخا هذا عيشة الربالة انا مازال شفتينا هذا القوس هذا باش نفهمو ديما كنسمعو انه هذاك عيشة هي واحد الجنية اللي عندها بزاف ديال الاشباح. علاش بالضبط مصطفى الربالة هي الربالة زعما من الفوضى. الربالة هي مشتقة من الفوضى من البلبلة من الفتنة من المعروف المغربي عندنا الإنسان تيقول لك مروبل. شنو مروبل؟ هي بوهالي مشتت الأفكار لا يدرك ما يصنع، وخا هو تيبان لكم بأنه هو شخص بعينه عنده انفصام الشخصية ديالو يعني ما بين الحقيقة أو الخيال كما تنقولوا. ولس هذا عيش الربالة شنو كان؟ عيش الربالة أول حاجة لا تدخل على الشخص، أول ما تصنع كتحاول تفرق ما بين الزوجة والزوج ديالها. يعني ما بين الأزواج. لأن أصلا الأخ مصطفى مسحور وأعرض السحر ظاهرة وبينة. يعني واضحة يعني خصوصا من تيقول لك أنا عندي ضيق في التنفس والأكسجين وعندي شقيقة في راسي وعندي أشياء تتسرح لي في التاعي ورجلي تحشو تنقفز بالليل تنسى تنبكي. يعني هذه العوامل كلها لا تدل إلا بكلمة واحدة ألا وهي الرجل ممسوس. ممسوس ولا مسحور ولا في عيش هذا؟ عندما نقول ممسوس نريد بالمس هنا هو السحر هو العين هو الحسد هو الجن هو أي شيء. يعني ولكن هذه الجملة فيها عيشة يعني شنو عيشة الناس؟ هي عيشة كما يعلم المغاربة في التاريخ بأنها عندها قصة
ما بين الحرش البرتغال مع المغاربه في مدينه الاسد. والجن دائما انتم عارفين قصه عيشه شنو كانت دير الجنود الاسبان والبرتغال، كانت تقتلهم بعد وفاه الزوج تاعها مع تكاثر الروايات. اما هاد اما الجن اللي عيش على السماء العيشه، لان الجن دائما تيركب نفسه على واحد الاسم مرعب تاريخيا باش يلعب به الناس. واخا نقدروا نقولوا ان هادو اساطير اللي كلمة نرجعوا للحاله ديال مصطفى، مصطفى عيشه المباراه ما خاصش نجي لك مصطفى. هي اللي دارت هاد فاش اللي دارت فاش اللي دارت انا كان اللي كيشوفوا كيشحبوا مخبر، كان اللي كيقول لك راه يمكن ماشي في حاله طبيعيه ماشي الوعي ديالو يمكن اخر كلمه والله العلي العظيم. اللي غادي يحس بالاخ مصطفى هو الانسان الذي يتخبطه الجن بالليل وبالنهار. وانتم كما تشوفوا في الفيديوهات في التواصل الاجتماعي هناك ورقات كتب، وتشوفوا الناس يتسرعوا وتتخبطوا وتلصقوا في الحيوطه. انا اللي قلت لهم رقيت واحد الشخص ومشى على شكل عقرب، قالوا يقول لي انت وقيله كما باللفظ المغربي بانك تطالق علينا. مصطفى ملي شافوه تيتركل وتتلوى قالوا تمثل، علاش هذاك السيد اللي تيمشي بحال العقرب حقيقي ومصطفى تمثل؟ واخا مصطفى دابا هاد الحل اللي فاتت فيها مرض مشكل ولا غير تمثيل؟ هو ماشي بوز وماشي تمثيل، هما جوج. اخ مصطفى يتخبط في مرضين او ثلاث، المرض الاول هو مرض نفسي، المرض الثاني اكتئاب حاد، المرض الثالث المس موجود، ونوع المس كما قلت مزدوج اي مشترك، هو اللي تخليه يتكلم بهذيك الطريقه. كيطلع فيه بنسيرك على شر ولا كطلع ليه؟ على ما اظن واقيلا باش كنت تدير معاه اللايف راه كان طالع فيه وتتكلم على لسانه وتاخذ نبره صوته. دابا باش كان معنا في اللايف هي هذيك الروبال هي اللي كانت هي اللي تتكلم فيه. من حوارات الروبال دابا انت كنت تتكلم على جنيه ولكن راه واخذ من عند اكسوان 50% واخذ من عند عيشه الروبانه 50%. واخا الا بغينا شنو هاد العلاج ديال هاد عيشه الروبانه؟ ما كاينش علاج اخر من غير كتاب الله جل في علاه، الا وهو اللجوء الى الرقيه الشرعيه بشكل مستمر حتى يتبين الامر بدقه. حيث خصنا نعرفوا شنو الاصل ديال هادشي، كتقول لي كينوض كل صباح باش هاد العلمات عندها علاقه بالاستيقاظ الصباح. السيد تصبح كل نهار مروبل 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 مشتت افكار، تتلقى هنا تيغوت تتلقى هنا تتلقى بلا صحة. يعني شي العلامات ديال العيشة الروبالة ان الواحد كيوصل الصباح. وتخيل دابا خصو عيطات عليه قدامي ما بغاش يمشي عندها. لا يعني شكون انت مشرف في مقام مصطفى؟ يعني اقرب واحد تصبغي في الجنين هو الاسره ديالك هو الاخت ديالك. بطبيعه الحال بان الجنيه غتبغي تختالي به بوحدو. دائما الجن يحب الظلام ويحب العزله، وهذه الجنيه هذه باش نعاود نوضح هذا الامر هذا ونسطر به بسطر عريض. هذه الجنيه هذه لما تمشي يعني الايقاف ديالها بالرقيه الشرعيه والاباده ديالها من الجسد كان على يقين بانها ستتحول الى جنيه عاشقه بعد ما كانت خادمه السحر. غتولي تتحبو هي جايه مسخره بس تشتت ليه الافكار ديالو وتفرقو وتروب ليه الحياه ديالو، ولكن لما تحاربتش في الجسد ديالو كن على اكيد بان مع المده غتولي جنيه عاشقه وغتمنع عليه الزواج جمله وتفصيلا. خطيره شنو الخير مصطفى شنو بغيت تقول لي؟ لمن مصطفى انا لا بغي نقول مصطفى، غنقول ليه الصبر والصبر ومن تنجي المراه غنقول اخ مصطفى صلي صلي، كلنا اصحاب ذنوب حافظ على الصلوات وكلنا اصحاب معاصي. ومن مؤهلات باش الجن يدخل جسم الانسان هو ان يكون الشخص تارك للصلاه بغض النظر على عوامل اخرى كثيره لا حاجه لذكرها اخي الكريم. ورقيت نعس جريدة ماشي بالسنقة، السنقة مازال عباد الله راه غادي يجي جريدة ومظلمة راه يمكن أي واحد يجي يقتلو. راه حنا تنعرفو المدينة القديمة بلي كتولي كتولي متوحشة. على أنه يكون الخير بلا نوصف وخير عصا وغيفيق، ولكن شنو المستقبل فين غيفيق فين غيمشي؟
انا دابا يعني لا انا واخا يكون دابا هو تسمعني انا غنقولها في العالم، انا اللي تخلص عليه فلوس لوطي، لانني انا ابن المدينه القديمه وقلبت على يعني ارخص لوطيل اللي غادي هو غادي يكون المأوى ديالو. المبلغ ديالو شحال؟ 70 درهم. 70 درهم حنا تنعرفوا كيفاش نديروا لها، نطلبوها سي، المهم ما نخليوش هذا الشاب يضيع. شكرا لك على كل هذا، شكرا لك على المشاهدين الكرام، تيرينا القناة نقول لك حوالي 3 ساعات قبل ما نعاودك الموضوع.